بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة. سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان إزالة حالات عدم التعيين الأربع. يعني يوجد لنا حالات عدم التعيين الأربع، سوف نزلها من خلال هذه الأمثلة. إذن ولننطلق على بركة الله. أولا، ما هي حالات عدم التعيين؟ حالات عدم التعيين عندنا أبنائي اللي هي صفر على صفر، وعندنا ما لا نهاية على ما لا نهاية، لا يهم الزائد ما لا نهاية أو الناقص ما لا نهاية، وعندنا الناقص ما لا نهاية مع الزائد ما لا نهاية أو الزائد ما لا نهاية مع الناقص ما لا نهاية، وعندنا الصفر في الما لا نهاية، الزائد ما لا نهاية أو الناقص ما لا نهاية. هذه هي الحالات الأربع يا أبنائي، اللي هي حالات عدم التعيين، أما غير ذلك فلا. الآن كيف نزيل وكيف نطبق؟ عندنا أولا إزالة حالة عدم التعيين، عندنا أولا عندنا ما هو معروف بالاختزال. لاحظوا الاختزال، قلت الاختزال، وعندنا كذلك العدد المشتق، وعندنا التحليل، وعندنا المرافق. هذه هي حالة إزالة حالة عدم التعيين، هذه هي طرق إزالتها. نتابع الآن أبنائي لهذا المثال الذي نتعلم من خلاله كل هذه الحالات إن شاء الله. ركزوا معي. إذا نترك هذه الأمور هنا لنجعلها كشاهد لعملنا. ننطلق في المثال الأول. إذا لاحظوا جيدا، ها هو المثال الأول هكذا. لو نعوض تعويضا مباشرا ماذا نجد؟ عوضوا. لو نعوض هنا بناقص واحد قوة ثلاثة، وهنا الناقص واحد في المقام أكيد يعطي لنا صفر. في البسط ناقص واحد قوة ثلاثة اللي هو ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص، ويعطينا ناقص واحد زائد واحد صفر. ها هي حالة عدم التعيين يا أبنائي. الآن كيف نزيلها؟ تقول القاعدة، اسمعوا جيدا أبنائي، إذا كان عندنا كثير حدود، هذا كثير عبارة على كثير حدود، ليس الكوس أو السينيس أو التونجونت أو اللوغاريتم، أو كثير حدود على كثير حدود، بالرغم هذا اللي هو كثير حدود من الدرجة الأولى فقط، يعني اللي هو ثنائي حد، يعني كثير حدود على كثير حدود أو كثير حدود على ثنائي الحد، ووجدنا صفر على ماذا؟ على صفر. فهنا تقول القاعدة نستعمل ماذا؟ الطريقة رقم واحد اللي هي طريقة الاختزال. سوف نلاحظ ذلك رويدا رويدا كيف تزال يا أبنائي. ما معنى طريقة الاختزال؟ معناه أن نأتي بقسمة x قوة ثلاثة زائد واحد، نقسمها على المقام اللي هو x زائد واحد. لاحظوا معي، x قوة ثلاثة على x، يعني نقسم هذا على هذا، x قوة ثلاثة على x، تساوي لنا هذه في الأصل ما هي؟ هي x في x مربع على x، فيذهب هذا مع هذا. لاحظوا ماذا بقي، بقي لنا ماذا أبنائي؟ بقي لنا x مربع. إذا نكتب هنا النتيجة x مربع، ثم نأتي نقول هذا في هذا كم؟ اللي هو x مربع في واحد، أكيد ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا x مربع. ثم هذا في هذا اللي هو x مربع في x، أكيد يعطي لنا هنا بما أن عندنا زائد، يعطي لنا x مكعب. ثم تقول القاعدة ندخل عليهم الناقص، هذا يعني ناقص، مثل ما نعمل مع الأعداد، فيذهب هذا مع هذا ويبقى لنا ماذا؟ ويبقى لنا ناقص x مربع، ثم ننزل هذا العدد إلى هنا زائد واحد. ثم بنفس القاعدة نقسم الآن هذا على هذا اللي هو ناقص x مربع على x، في الأصل تصبح لنا ناقص x في ناقص إيه في x، إذا ناقص في x في x على x، يذهب هذا مع هذا. لاحظوا ماذا يبقى، يبقى لنا ناقص x اللي هي النتيجة، نكتب هنا ناقص x، ثم نعيد هذا في هذا اللي هو ناقص x في واحد. ناقص x في واحد يعطي لنا كم؟ يعطي لنا يا أبنائي ناقص، عفوا، نعطي لنا ناقص x، ثم هذا في هذا، الناقص x في الx يعطي لنا ناقص x
مربع. ثم تقول القاعدة ندخل عليهم الناقص بأن هذا زائد وهذا زائد، فيذهب هذا مع هذا ويبقى لنا إكس مربع، وننزل الواحد زائد إكس، عفوا نعتذر ليس الإكس مربع، قلت الإكس لأن هذا هو الذي ننزله هنا زائد واحد، إكس زائد واحد على إكس زائد واحد، نختزل هذا مع هذا بكم يعطينا؟ يعطينا واحد. لاحظتم الآن هل القسمة تامة؟ يعني القسمة تامة، الباقي صفر. لماذا؟ لأن لو نعيد هذا في هذا، واحد في واحد يعطي لنا واحد، وهذا في هذا يعطي لنا زائد إكس، ندخل عليهم الناقص مثل العادة، هنا ناقص وهنا ناقص، نجمع صفر زائد صفر، إذا الباقي صفر، إذا القسمة تامة. الآن ما معنى أبنائي؟ معناه لو نلاحظ جيدا إلى هذه العبارة اللي هي نفسها هذه العبارة، ماذا تساوي لنا يا أبنائي؟ سوف عفوا سوف تصبح، لاحظوا، إذا سوف تصبح تساوي لنا ليميت هذه، أليس هي هذا العدد في هذا العدد؟ نعم، مثل ما نقول 20 يساوي تقسيم 4 يساوي لنا 5، 20 يساوي لنا 4 في 5، ها هي مثلا الأربعة وها هي الخمسة، إذا تصبح لنا تساوي لنا إكس زائد واحد في ماذا؟ في إكس مربع ناقص إكس زائد واحد، لم أفعل شيء إنما عوضت الإكس قوة ثلاثة زائد واحد بما يساويها، على ماذا؟ على المقام بقي كما هو اللي هو إكس زائد واحد، لما الإكس ما زال يؤول إلى ناقص واحد. لاحظوا مثل ما قلت طريقة الأولى طريقة الاختزال، ها هو حدث الاختزال لأن العملية عملية في ليس زائد، لو كانت زائد لا يجوز يا أبنائي، أما بمع عملية في فيجوز الاختزال. الآن ماذا بقي لنا يا أبنائي؟ بقي لنا أنها تساوي لنا ليميت المقام، بما أنه يختزل يبقى، لا نقول يبقى صفر بل يبقى واحد، إذا تصبح لنا إكس مربع ناقص إكس زائد واحد لما الإكس يؤول إلى ناقص واحد. تعالوا الآن نعوض يا أبنائي، تصبح لنا ناقص واحد مربع في مكان الإكس، معناه نعوض هنا ونعوض هنا، ناقص في ناقص واحد زائد واحد، الناقص في الناقص يصبح لنا واحد، والناقص في الناقص يصبح لنا واحد زائد واحد، وتساوي لنا كم؟ وتساوي لنا ثلاثة. إذا النهاية هذه، إذا هذه النهاية يا أبنائي، حتى تتعلموا هذه الأشياء أعطت لنا كم؟ أعطت لنا القيمة ثلاثة، تساوي لنا ثلاثة بكل بساطة. هذا ما نسميه ماذا؟ نسميه عملية طريقة الاختزال. إذا طريقة الاختزال سوف أعلمكم إياها، لما تجدون صفر على صفر، والعبارة أكرر، والعبارة عبارة عن كثير حدود على كثير حدود، ليس الكوس أو التونجنت أو الأسية أو الجذرية أو ما أشبه ذلك، لا، هكذا العبارة تكون خالية، يعني بهذه البساطة. الآن بعدما أكملنا، ويمكنكم كذلك لو أعطيكم مثالا بسيط اللي هو كذلك، لو قلنا مثلا ليميت عندنا مثلا إكس مثلا قوة 2 ناقص 4 على إكس ناقص 2 لما الإكس يؤول مثلا إلى الإثنان، لو نعوض تعويض مباشر تعطينا 4 ناقص 4 على 0 اللي هي 2 ناقص 2 تساوي لنا 0 على 0، لكن العبارة عبارة عن كثير حدود، فماذا نستعمل يا أبنائي؟ نستعمل هنا الاختزال، تصبح لنا ليميت، هذا لو تلاحظه عبارة عن الجداء الشهير رقم 2، 3 أ مربع ناقص ب مربع يساوي لنا أ اللي هو إكس ناقص 2 في إكس زائد 2 على إكس ناقص 2 لما الإكس يؤول إلى الإثنان، ها فيذهب هذا مع هذا تصبح لنا تساوي لنا ليميت إكس زائد 2 لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الإثنان، وأعوض هنا بالإثنان فتصبح لكم 2 زائد 2 اللي هي 4. لماذا استعملنا طريقة الاختزال؟ لأنها كثير حدود على ثنائي أحد أو كثير حدود على كثير حدود، لكن العبارة تكون تعطيكم النتيجة الصفر على صفر. الآن بعد ما أكملنا مع الطريقة الأولى اللي هي الاختزال، نأتي الآن إلى
المثال مثلا الثالث، نأتي إلى المثال الثالث كي تلاحظوا الاختلاف، ثم نأتي إلى المثال الثاني. لاحظوا إلى المثال الثالث، تعالوا نعوض الآن بصفر، هنا بصفر وهنا بصفر. كوس الصفر مشهور هو واحد، وعندنا ناقص واحد اللي هو هذا على ماذا؟ على صفر، فأعطت لنا صفر على صفر، حالة عدم التعيين اللي هي ها هي يا أبنائي. لكن هل نستعمل الاختزال؟ شيء صعب. هنا ما علينا يا أبنائي، يقول أحدكم لكن يا أستاذ أنت قلت صفر على صفر نستعمل الاختزال، قلت لما نجد كثير حدود على كثير حدود، لكن الدالة هنا الغريبة هي هذه الكوس ليس كثير حدود. هنا نستعمل الطريقة الثانية اللي هي طريقة العدد المشتق. لاحظوا جيدا وتابعوا أرجوكم، قلت نستعمل العدد المشتق لما نجد صفر على صفر والعبارة ليس كثير حدود. ما معنى العدد المشتق؟ العدد المشتق قانونه كالتالي يا أبنائي، نقول تقول هكذا القاعدة، ليميت اش لإكس ناقص اش لإكس صفر على إكس ناقص إكس صفر لما الإكس يؤول إلى إكس صفر تساوي ماذا تساوي لنا؟ تساوي لنا اش فتحة لإكس صفر. هكذا القاعدة اللي هي قاعدة العدد المشتق يا أبنائي. الآن هذه لما نجد صفر على صفر لكن العبارة ليس كثير حدود. تعالوا الآن نطابق مع هذا المثال مع قانون العدد المشتق. أليس هذا الأمر يا أبنائي لو تدققوا معي جيدا، ألا تلاحظون أن الأش لإكس هي نفسها الدالة، هذه عبارتها اللي هي كوس إكس. قال كيف يا أستاذ؟ تعالوا نطابق أمامكم، تصبح لنا ليميت كوس إكس ناقص كوس صفر على إكس ناقص صفر لما الإكس يؤول إلى الصفر. انظروا كوس الصفر مشهور أنه كم؟ واحد. لاحظتم الإكس صفر كم؟ أليس هو الصفر؟ في هذه الحالة صفر، يمكن أن يكون خمسة ستة لا يهمنا. إذا بالمطابقة ماذا نجد؟ لو نطابقها مع بعض، لاحظوا جيدا، تعالوا نطابق يا أبنائي، انظروا هنا. أليس هذه هي هذه؟ نعم. أليس هذه هي هذه؟ نعم. أليس هذا هو هذا؟ نعم. وأليس هذا هو هذا؟ نعم. لاحظتم؟ إذا ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا كقاعدة أن اش لإكس تساوي لنا كم؟ تساوي لنا كوس الإكس. وماذا؟ والاش ماذا؟ والاش لصفر هي نفسها كم؟ تساوي لنا واحد. اش لصفر تساوي لنا واحد لأن كوس صفر هو واحد، وعندنا الإكس صفر قلنا هو صفر. إذا ماذا تقول القاعدة؟ تساوي لنا اش فتحة لإكس صفر. الآن اش ها هي الاش، ها هي الاش، ما هي الاش فتحة؟ الاش فتحة لإكس اللي هي مشتق ماذا؟ مشتق الكوسينيس مشهور في الدائرة المثلثية، إذا اتجهنا بهذا الاتجاه هو الاشتقاق أو المشتقة. إذا عندنا كوس لما ينتقل ينتقل إلى ناقص سينوس، وهذا ينتقل إلى هنا إلى ناقص كوس، وهذا ينتقل إلى هنا إلى السينوس، إلى قلت السينوس. إذا مشتق الكوس ما هو؟ هو الناقص سينوس. إذا تصبح لنا ناقص سينوس ماذا؟ ناقص سينوس إكس. الآن ما معناه؟ معناه يا أبنائي نعوض الآن، فماذا تعطينا؟ تعطينا ناقص سينوس، سينوس ماذا قلنا؟ إكس صفر، معناه الصفر هنا إكس صفر. إذا وما هو السينوس الصفر؟ سينوس الصفر مشهور يا أبنائي أنه صفر، صفر في هذا الناقص يعطينا صفر. إذا ماذا؟ إذا يا أبنائي لاحظوا أن هنا نهاية هذه العبارة عند الصفر هي صفر فقط. لاحظتم ما نسميه العدد المشتق. كذلك يمكن أن نعطيكم مثال آخر حتى تزيد في الفهم. لو يعطينا مثلا مثال آخر، تابعوا جيدا، لو يعطينا مثلا يقول لنا ليميت سينس إكس على إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر،
هنا كذلك مشهور لو نعوض سينس الصفر، مشهور هو الصفر على ماذا؟ على صفر حالة عدم التعيين. لكن العبارة يا أبنائي ليس كثير حدود، فنستعمل الطريقة الثانية اللي هي طريقة الاختزاء العدد المشتقة. إذن كيف؟ بنفس الخطة تصبح لنا هنا بالمطابقة أن تصبح لنا ليميت سينس إكس ناقص سينس الصفر على إكس ناقص الصفر لما الإكس يؤول إلى الصفر. يقول أحدكم كيف؟ لأن السينس الصفر يا أبنائي هذا هو كم؟ هو صفر، لهذا لا يظهر في هذا المكان. لهذا أما المثال هذا كان السينس كوسينس الصفر هو واحد عنده، أما هنا لا يمكن أن نقول ناقص الصفر لأن الصفر ليس له مكان لما لا نحتاجه. إذن كيف تصبح لنا بالمطابقة؟ لاحظوا جيدا ما هي الاش لإكس. تصبح لنا الاش لإكس في هذه الحالة هي سينس ماذا؟ هي سينس إكس. ونحن قلنا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا تساوي لنا اش فتحة لصفر، معناه تصبح لنا لما نشتق السينس، ها هي السينس لما نشتقها تصبح لنا كوسينس هكذا. إذا اش فتحة لإكس تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا كوس إكس. إذا تعالوا الآن نعوض، تصبح لنا كوس ماذا؟ كوس الصفر، وكوس الصفر مشهورة أنها كم؟ واحد. ها هي العبارة أمامكم. إذا هكذا أبنائي قد تعلمنا. وليس العدد المشتق معناه يستعمل إلا الكوس والسينس، يوجد مع الجذرية مع اللوغاريتم مع الأسية مع أمثلة عدة وعديدة يا أبنائي. كذلك يمكن أن نجد مثلا هذا المثال الآخر اللي هي ليميت مثلا جذر إكس، مثلا جذر إكس زائد واحد ناقص واحد على إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر. لو نعوض تعويض مباشر بالصفر هنا، وليس القاعدة أن دائما مع الصفر، لا، يوجد لنا أمثلة عدة وعديدة. معناه يمكن أن نقول مثلا هنا إذا وضعنا مثلا هنا زائد ثلاثة، ونقول هنا مثلا، لاحظوا جيدا، ونقول هنا مثلا واحد، ونقول هنا مثلا اثنان، لاحظوا جيدا، ونقول هنا إكس ناقص واحد. عوضوا الآن كذلك، ركزوا معي، لو نعوض في البسط كم نجد؟ لو نعوض في البسط عند الواحد تصبح لنا أربعة واحد زائد واحد زائد ثلاثة تحت الجذر هي أربعة، أربعة من تحت الجذر تصبح لنا اثنان، اثنان ناقص اثنان اللي هي صفر. عوضوا في المقام تعطيكم صفر، صفر على صفر حالة عدم التعيين. هنا كذلك بما أن صفر على صفر والدالة ليس كثير حدود، فنستعمل العدد المشتق. يقول أحدكم كيف؟ ها هي، لاحظوا جيدا، ها هي الأش، هي الدالة هذه، هذه هي الدالة اش. فتصبح لنا، ركزوا، تصبح لنا بكل بساطة اللي هي ليميت اكس زائد ثلاثة ناقص ماذا؟ ناقص إذا سميناها هكذا اش لمن؟ لاثنان اش لواحد، عفوا، ركزوا، اش لواحد على ماذا؟ على عفوا على اكس ناقص واحد لما الاكس يؤول إلى الواحد. الدالة اش هنا ما هي؟ اش اللي هي عبارتها اللي هي جذر اكس زائد ماذا؟ زائد ثلاثة. الآن ما هي مشتقتها؟ إذا وهذه تصبح لنا تساوي لنا اش فتحة لمن؟ لواحد تساوي لنا. إذا مشتق الدالة الجذرية مشهورة يا أبنائي أن تقول القاعدة مشتق ما بداخل الجذر، مشتق ما بداخل الجذر الثلاثة إلى الصفر، والإكس يصبح لنا مشتقه واحد على اثنان في العبارة نفسها، أكتبها كما هي اللي هي هكذا. تعال الآن نعوض عند ماذا؟ عند الواحد. إذا هنا واحد وهنا واحد، فتصبح لنا تساوي لنا واحد على اثنان في جذر أربعة اللي هو كم؟ هو اثنان، فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا ربع. إذا تعطينا النهاية كم؟ تعطينا ربع، يعني واحد على أربعة. لاحظتم؟ ها قد الآن يا أبنائي تعلمنا طريقة العدد المشتق مهما كان فقط. الآن بعد ما أكملنا مع هذا الحالة أو الطريقة اللي هي طريقة العدد المشتق، نأتي الآن يا أبنائي إلى المثال الثاني. لاحظوا جيدا إلى المثال الثاني، لاحظوا معي. المثال الثاني لو نعوض تعويض مباشر، نعطيكم مثال بالرغم من ما لا نهاية لا تعوض، لكن لتقريب المعلومة. إذا هذه ما لا نهاية في ما لا نهاية، لأن جذر ما لا نهاية هو ما لا نهاية.
يعني حتى تفهموا للتقريب قلت المالية بالرغم لا يعوض لأنه ليس عدد حقيقي لأن المجال عنده مفتوح فلوسا فتصبح لنا ما لا نهاية وفي المقام ما لا نهاية ما لا نهاية على ما لا نهاية من بين حالات عدم التعيين ها هي أمامكم هي رقم اثنان إذا قلنا سمينا هذه رقم واحد هذه رقم اثنان مثلا هذه ثلاثة وهذه أربعة والترتيب ليس إجباري لاحظوا جيدا إذا كانت العبارة عبارة عن كثير حدود على كثير حدود اسمعوا جيدا إذا قلنا مثلا مثال إذا قلنا مثلا ليميت x مثلا 3x مربع زائد x ناقص 1 على مثلا على x مربع زائد 5 لما x مثلا يؤول إلى زائد ما لا نهاية إذا عوضنا تعويض مباشر في البسط نوجد ما لا نهاية وفي المقام ما لا نهاية ما لا نهاية على ما حال عدم التعيين لكن ماذا تقول القاعدة؟ تقول تساوي بما أن العبارة كثيرة حدود على كثيرة حدود قلت هذه ليس تشبهها لأن فيها الجذر فتقول أكبر حد على أكبر حد فتقول هكذا ليميت 3x مربع على x مربع لو كانت هنا عندنا إلا الـ x نأخذ الـ x لا تهم لما الـ x يؤول إلى زائد منين أو ناقص منين هذا الكلام يطبق مع ما لا نهاية الزائد أو الناقص تصبح تساوي لنا يختزل هذا مع هذا فتصبح لنا ثلاثة والتفسير البياني لما ننطلق من نهاية غير منتهية ونجدها منتهية يعني ثلاثة نقول إيغراك يساوي لنا ثلاثة مستقيم مقارب كيف هو أفقي أو موازي لمحور محور الفواصل هذه لما تكون كثير حدود على كثير حدود لكن في مثالنا هذا يا أبنائي ليس كثير حدود على كثير حدود إنما فيه جداء لدالة دالة هي خطية في دالة جذرية على كذا الآن هنا نستعمل ماذا؟ يمكن أن نستعمل يا أبنائي الاختزال نستعمل الاختزال لاحظوا جيدا لو نكتب هكذا نقول تصبح لنا ليميت لاحظوا جيدا لا x في جذر x على نستخرج الآن ال x في المقام كعامل مشترك لو نستخرج ال x من هنا يترك في مكانه واحد لكن هذا الناقص واحد لا يملك ال x بما أننا ننزع له من البسط نخلفه في المقام هكذا تقول القاعدة إذا نزعت شيء من بسط فخلفه في المقام هكذا لما ال x ما زال يؤول إلينا إلى الزائد ما لا نهاية فنأتي وننزع هذا مع هذا لاحظوا جيدا قلت ننزع هذا مع هذا فماذا يبقى لدينا يا أبنائي يبقى لدينا ليميت جذر x على ماذا على واحد ناقص واحد على x لما ال x يؤول إلى زائد ما لا نهاية عندنا من بين الأمور معروفة أنه ليميت واحد على x لما ال x يؤول إلى ما لا نهاية زائد أو ناقص تصبح هذه صفر لأن واحد على ما لا نهاية صفر وعندنا كذلك اللي هي ليميت جذر x لما ال x يؤول إلى زائد ما لا نهاية هذه معروفة أنها تساوي لنا زائد ما لا نهاية ها هي أمامكم هنا زائد ما لا نهاية ما معناه؟ معناه هنا هذه ذهبت إلى ماذا؟ إلى هذه القيمة اللي هي صفر بقي لنا ماذا؟ بقي لنا هنا في المقام لاحظوا بما أن هذا ذهب إلى صفر فبقي لنا واحد وفي البسط ماذا وجدنا؟ وجدنا هذه القيمة في البسط وجدنا ما لا كأنما ما لا نهاية على واحد ما لا نهاية على واحد اللي هي نفسها ما لا نهاية هي قد ظهرت بكل بساطة التفسير البياني بما أن انطلقنا من ما لا نهاية وجدنا ما لا نهاية ننفي أنه يوجد مستقيم مقارب أفقي لا يوجد مستقيم مقارب أفقي في هذه الحالة بهذه البساطة لا يمكن أن نقول يوجد مستقيم مقارب مائل أو الله أعلم المهم ننفي على أنه يوجد مستقيم مقارب أفقي الآن أبنائي بعد ما أكملنا مع هذا المثال نأتي إلى المثال الآخر اللي هو المثال هذا هو المثال تابعوا جيدا المثال الرابع انظروا جيدا ها هو يا أبناء ونتابع على أي قانون نطبق يعني الاختزال أم العدد المشتق أم التحليل أم المرافق لاحظوا جيدا تقول القاعدة ركزوا معي تقول إذا كانت عندنا ليميت القيمة المطلقة لـ x يؤول إلى زائد ما معناها معنى هذه الكتابة لما تجدها في الكتب معناها x يؤول إلى زائد ما أو ناقص ما لا يهم إذا كانت مكتوبة عندنا عبارة مكتوبة من هذا الشكل a x مربع
زائد بي اكس زائد سي اللي هي عبارة من الدرجة الثانية ناقص هكذا ركزوا جيدا ناقص بي اكس إذا كان لاحظوا أرجوكم كي تتعلموا إذا كان هكذا إذا كان أ إذا كان الأ أو القيمة المطلقة لأ تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا القيمة المطلقة لبي يعني هذا وهذا متساويان في القيمة المطلقة قلت في القيمة المطلقة فماذا يعطي لنا يا أبنائي؟ متابع جيدا قلت إذن إذا كانت هذا وهذا يساوي في القيمة المطلقة يساوي في القيمة المطلقة فنستعمل تقول قاعدة نستعمل المرافق هو الحل وهذا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على المثال الخامس انظروا هذه كم واحد وهذه كم واحد فواحد يساوي واحد فهنا ما علينا إلا استعمال الطريقة الأخيرة اللي هي طريقة العدد المشتق ليس بالضرورة واحد قلت المهم متساويا بالقيمة المطلقة إذا كان واحد فيهم خمسة الآخر مثلا ناقص خمسة إذا كان في مثالنا هذا لاحظوا هنا كم واحد وهنا ناقص اثنان فإن ماذا؟ فإن واحد لا يساوي ناقص اثنان أكيد فهنا تقول القاعدة نستعمل التحليل نستعمل ماذا؟ نستعمل التحليل احفظوا هذه الأفكار أرجوكم تعالوا الآن نطبق قلنا بما أن هذا المعامل لا يساوي هذا المعامل في القيمة المطلقة فنستعمل التحليل ولا نخاف سوف نخرج بسرعة تصبح تساوي لنا ليميت انظروا جيدا جذر ناتي إلى هنا بالداخل نستخرج الإكس مربع كعامل مشترك بالداخل كعامل مشترك فيبقى لنا ماذا لما نستخرج من هنا الإكس مشترك الإكس مربع عامل مشترك فيبقى لنا واحد لكن هذا لا يوجد له أصلا إكس ونحن استخرجناه من البسط استخرجنا من البسط علينا أن نخلفه في المقام مثل ما قلت هذه قاعدة ناقص ماذا؟ ناقص تبقى لنا اللي هي 2x لم أفعل شيء حتى الآن إنما قمت بالتغيير داخل الجذر هكذا تصبح تساوي الآن سوف أستخرج هذا من ماذا؟ x عندنا قاعدة أنه x مربع تحت الجذر إذا خرج يخرج بالقيمة المطلقة لx لماذا؟ لأنه يمكن أن يخرج بقيم موجبة كما يخرج بقيم سالبة لكن القيم المطلقة تجعله تطبق عليه أنه تحت الجذر يجب أن يقبل إلا القيم الموجبة لكن إذا خرج فيخرج في أشياء كثيرة الآن تابعوا معي لأن هنا يمكن أن مثلا أقول لكم مثال يمكن يا أبنائي يمكن أن مثلا لو كانت مثلا 25 25 هذه ما هي؟ هي ناقص 5 مثلا في ناقص 5 لكن هل يجوز ناقص 5 أن توضع تحت الجذر؟ يجوز إذا وضعت في القيمة المطلقة حتى تفهموا ذلك الآن معناه تصبح لنا ليميت قلنا سوف نستخرج الX مربع من الجذر معناه نستخرجه بالقيمة المطلقة لX يبقى لنا بالداخل 1 زائد 1 على X مربع ناقص 2 X هكذا لم أفعل شيء حتى الآن مع X يؤول إلى زائد ما لا نهاية نتابع رويدا رويدا الآن ما رأيكم يا أبنائي لو نستخرج قلنا وإذا بما أن نستخرج القيمة المطلقة هذه لX قلناها تساوي لنا إما X إما ناقص X إذا كان هنا الX أكبر من الصفر وهنا إذا كان الX أقل أو يساوي الصفر الآن لا معناه هنا X في هذه الجهة يصبح ينتمي لنا من الصفر إلى زائد ما لا نهاية وهنا الX ينتمي من الناقص ما لا نهاية إلى الصفر عفوا نتركه حتى مغلق يجوز لأن يوجد لنا جذر صفر الآن لكن نحن عند ماذا ركزوا الX يؤول للزائد ما لا نهاية إذن بما أن يؤول للزائد ما لا نهاية فلاحظوا العبارة التي يستخرج بها هذا الX يستخرج ب X ليس ناقص X فتصبح لنا تساوي لنا ليميت X لو كانت عند الناقص ما لقلنا ناقص X اسمعوها جيدا إذا تصبح لو استخرجت عند الناقص ما لقلنا ناقص X في 1 زائد 1 على X مربع ناقص 2 X ونغلق هكذا ما زال ال X يؤول إلى زائد ما لا نهاية الآن يا أبنائي ركزوا أرجوكم
الآن نتابع يعني رويدا رويدا كيف يمكن أن نزيل هذا الإشكال إلى الأبد. ما رأيكم الآن أبنائي لو نستخرج هذا وهذا كعامل مشترك إلى هنا؟ ماذا ينتج؟ ينتج لنا أن ليميت الإكس ما زال يؤول إلى زائد ما لا نهاية لي. قد استخرجنا قلنا ماذا؟ استخرجنا الإكس كليا ونفتح قوس. ماذا بقي لنا؟ بقي لنا واحد زائد واحد على إكس مربع تحت الجذر ناقص ماذا؟ ناقص اثنان. أعيد النشر سوف تجدون الكلام وما زال حقيقي. هذا في هذا اللي هو إكس في جذر تلك العبارة، وهذا في هذا اللي هو ناقص اثنان إكس. الآن تعالوا نطبق. جداء دالتين يساوي جداء نهايتين إن لم يحدث حالة عدم التعيين. إن لم يحدث ماذا؟ حالة عدم التعيين. الآن عندنا سوف أفكك أمامكم. عندنا ليميت الإكس لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي لنا زائد ما لا نهاية. ما معناه؟ معناه هذه لوحدها. ناتي كذلك اللي هي ليميت واحد زائد واحد على إكس مربع ناقص اثنان لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. هذه ماذا تساوي لنا؟ معروف أن هذه عند المالنهاية اللي هي واحد على ما لا نهاية صفر. إذا واحد على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى زائد تساوي صفر. ماذا بقي لنا يا أبنائي؟ ألم يبقى لنا هنا بالداخل بما أن هذه صفر جذر واحد كم؟ هو واحد ناقص اثنان. كم يا أبنائي؟ واحد ناقص اثنان اللي هو ناقص واحد. فماذا تحصلنا؟ تحصلنا بهذه البساطة، تحصلنا على زائد ما لا نهاية اللي هي هذه مضروبة في ماذا؟ في هذا العدد اللي هو ناقص واحد. تصبح لنا المالانهاية وضربت في الناقص، لأن العدد الناقص تؤثر على المالانهاية، فتصبح لنا ناقص مالانهاية. ها قد الآن حل هذا المشكل. يقول مثلا، لاحظوا جيدا، يقول أحدكم يا أستاذ ولو كانت عندها تؤول إلى ناقص مالانهاية، هنا كانت ناقص مالانهاية، هنا يسرأ يعني التغيير، يبقى كل الأفكار صحيحة، هنا كل الأفكار صحيحة، لكن لما يخرج القيمة المطلقة لإكس نأخذها ماذا؟ نأخذ الناقص إكس. فهنا نستخرج ناقص إكس كما أشير في هذا المكان، وهنا ناقص إكس هكذا كما أشير. إذا هنا نستخرج ناقص إكس، لكن إذا استخرج من هنا ناقص إكس، انظروا هذا ها هو ناقص إكس، ومن هنا ناقص إكس. تعالوا ماذا يبقى؟ ألا يبقى هنا هكذا؟ نعم. أعيد النشر سوف تجد الكلام ما زال حقيقيا. هذا في هذا أصبح لنا ناقص إكس في كذا، وهذا في هذا ناقص إكس في اثنان ناقص اثنان إكس اللي هو نفسه المطلوب، المعطيات التي أعطيت لنا. الآن سوف نكمل، لكن هنا هذا في هذا المكان تصبح لنا ناقص ما لا نهاية فقط. هذه تذهب إلى الصفر، تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا هذه اللي هي ناقص ما لا نهاية، وهذه تبقى لنا كما هنا الناقص ما لا نهاية في هذه العبارة تبقى لنا كم؟ لكن نحذر، هنا لما تذهب هذه إلى الصفر يبقى لنا هنا واحد وهنا زائد اثنان اللي هي كم؟ اللي هي ثلاثة. إذا هنا تصبح لنا ثلاثة. الثلاثة إذا ها هي ثلاثة. ثلاثة في ما لا نهاية كم؟ هي زائد ما لا نهاية، ليس الناقص ما لا نهاية مثل ما عفوا نعتذر. إذا قلنا الثلاثة ها هي ثلاثة في ناقص ما لا نهاية، تبقى لنا ناقص ما لا نهاية. تبقى لنا قلت كم ناقص ما، لأن هذه أعطت لنا ناقص ما لا نهاية، وهذه أعطت لنا ماذا؟ أعطت لنا ثلاثة، لأن تصبح هنا هكذا الثلاثة. إذا واحد زائد اثنان اللي هي ثلاثة، ثلاثة في ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية بهذه البساطة المطلقة فقط. نعم بالبساطة المطلقة. الآن بعد ما أكملنا مع هذا المثال نأتي إلى المثال الأخير. أظن الآن قد فهمتم يا أبنائي حالات إزالة حالات عدم التعيين إن شاء الله كليا. نأتي إلى المثال الأخير الذي سوف نختم به، لكن هذا المثال قلت هو يختلف عن ماذا؟ أنه هذا واحد والعدد هذا الذي هنا واحد، يعني متساويان. إذا كان هذا الواحد يساوي الواحد، لأن قلنا إذا كان الأ يساوي القيمة المطلقة لبي بحيث هكذا،
كلهم إذا كانوا سالب أحد والأخر. المهم في القيمة المطلقة 5 ناقص 5 مع 6 مع ناقص 6، المهم القيم تكون بالقيمة المطلقة موجبة. قلت نستعمل طريقة ماذا؟ نستعمل طريقة المرافق. لو نعوض هناك تعويض مباشر تعطي لنا هنا كم؟ تصبح لنا هكذا ناقص ما لا نهاية، وهنا لو نعوض بالناقص ما لا مربع تصبح لنا زائد ما لا نهاية. زائد ناقص ما لا نهاية مع الزائد ما لا نهاية إنها من حالات عدم التعيين، ها هي أمامكم، قد تحدثنا على ذلك، هي المرحلة الثالثة. الآن المنقذ الوحيد ما هو؟ هو العد، هو بكل بساطة المرافقة تساوي. نتابع نقطة نقطة كيف نستعمل مع المرافق. تصبح لنا هكذا، لاحظ، نقول ليميت، نضع خط كسر، ثم نأتي إلى العبارة، ها هي أمامكم، انظروا، ها هي، هذه A زائد B. قلت هذه عندنا A زائد B، مرافقه هو A ناقص B، والقاعدة تقول A مربع ناقص B مربع، من اللي هي المتطابقة الشهيرة كم؟ رقم 3. إذا مرافقه ماذا يصبح يا أبنائي؟ المرافق يعني يتغير في هذا المكان، لاحظوا جيدا، فتصبح لنا هنا نضع ناقص، هكذا حتى تفهموا. إذا قلنا أن هذا A زائد B فإن هذا A ناقص B، هذا هو الشيء المعروف عندنا. بما أن ضربنا في العدد تلك فعلينا أن نقسم عليه، لأن لا يجوز أن نضرب في شيء ونتركه هكذا أو نضيف شيء ولا ننقصه، لا، يعني بما أن أضفت شيء عليك أن تنقصه. مع الإكس قلنا يقول إلى الناقص ما لا نهاية، لأن هنا لو كان الإكس يؤول إلى زائد ما ليس حالة التعيين، لأن تعطيكم هنا زائد ما لا نهاية وهنا بالداخل زائد الزائد ما لا نهاية، والزائد ما لا نهاية يعطينا زائد ما لا نهاية، لكن عندنا الإشكال مع الزائد ما لا وناقص ما لا نهاية، ليس في الفي إنما في الجمع، لأن ناقص ما في الزائد ما تعطينا ناقص ما لا نهاية. الآن نطبق، تصبح لنا تساوي ليميت إكس ناقص الجذر، لاحظوا إكس مربع ناقص واحد، لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية البسط يصبح لنا هذا مربع اللي هو إكس مربع ناقص هذا لما نربع، لأن يساوينا A مربع ناقص B مربع، ها الجذر لما يربع يذهب مباشرة، الجذر يصبح لنا X مربع ناقص واحد. نكمل الآن رويدا رويدا يا أبني. الآن تصبح تساوي لنا، أكيد لو ننزع من هنا هذه الأقواس سوف يحدث تغيير، أنه هذه تصبح زائد فيذهب هذا وهذا، لأن لما كان الناقص هكذا لما أدخلناه على الناقص واحد أصبح زائد واحد. الآن ها قد حدث ذلك التغيير فأصبحت هكذا العبارة، يعني الإكس ذهب كليا من البسط، فأصبحت ماذا؟ فأصبحت لنا ليميت واحد على واحد على إكس ناقص جذر إكس مربع ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. نتابع هنا أبنائي، ما رأيكم كذلك لو نستخرج الإكس، هذا الإكس مربع من تحت الجذر، قلنا أنه إكس مربع تحت الجذر يساوي لنا القيمة المطلقة لإكس، لكن لما نستخرجه نتابع جيدا تصبح تساوي، تصبح تساوي لنا ليميت واحد على إكس ناقص، نفتح هكذا، قلت سوف نستخرجه من الداخل اللي هو إكس مربع، ويترك ماذا؟ يترك لنا واحد ناقص واحد على إكس مربع، لم أفعل شيء حتى الآن، إنما ما زلت تحت الجذر، لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية يساوي لنا ليميت واحد على، عفوا، ليميت واحد على. الآن هذا نستخرجه من هنا، قلنا الإكس مربع من تحت الجذر يخرج بالقيمة المطلقة، يصبح لنا إكس ناقص القيمة المطلقة لإكس في ماذا؟ في واحد ناقص واحد على إكس مربع، لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، لكن بما أن نحن بجوار يؤول إلى ناقص ما لا نهاية فيعطينا ناقص إكس، قلت عند هذا بالناقص ما لا نهاية، لو كان عند زائد لقلنا إكس، إذا
فتصبح تساوي لنا ليميت واحد على إكس، وهذا قلنا يعوض بناقص إكس، فيصبح لنا ناقص في ناقص إكس، لا دخل لكم في هذا الناقص، إنما القيمة المطلقة تنزع ويضاف في مكانها الناقص، ففي واحد ناقص واحد على إكس مربع. ما زال الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، تصبح تساوي ليميت واحد على إكس. لاحظوا الناقص في الناقص يصبح لنا زائد ماذا؟ زائد إكس في واحد ناقص واحد على إكس مربع، لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. الآن أبنائي نتابع رويدا رويدا لكي نتعلم، ما رأيكم لو نستخرج الإكس كعامل مشترك من المقام؟ تصبح تساوي لنا ليميت واحد على إكس، ثم نفتح قوس، لما نستخرجه من هنا يبقى لنا واحد، ولما نستخرجه من هنا يبقى لنا واحد، زائد واحد في جذر واحد ناقص واحد على إكس مربع. ركزوا هكذا، لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى ناقص ما لا نهاية. الآن نتابع، تصبح تساوي لنا، نفكك، تصبح لنا تساوي لنا ليميت واحد على إكس في واحد على واحد زائد جذر واحد ناقص واحد على إكس مربع، لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. يقول أحدكم ماذا فعلت يا أستاذ؟ البسط في البسط والمقام في المقام، يعني هذا استخرجته لوحده في هذا لوحده، لم أفعل شيء، كسر في كسر يساوي البسط في البسط والمقام في المقام. الآن سوف نلاحظ عندنا نهاية مشهورة اللي هي ليميت واحد على إكس، لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية هذا تساوي لنا واحد على الملايين وصفر، وعندنا النهاية الثانية هي ليميت واحد على واحد زائد جذر واحد ناقص واحد على إكس مربع، لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية هذه كم؟ هذه صفر، لأن واحد على ما تشبه هذه تشبه هذه، إذا صفر. فماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا يساوي لنا واحد على واحد زائد جذر واحد ناقص صفر، لأن هذه صفر، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا واحد على، تصبح لنا واحد زائد جذر واحد اللي هو واحد، تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا واحد على اثنان. إذا تعطي لكم ماذا؟ تعطي لنا هذه كم؟ صفر في هذه نصف، كم تعطي لنا؟ تعطي لنا صفر. ها قد وجدنا النهاية كم؟ هي صفر يا أبنائي. ما هو التفسير البياني أن ننطلق من المالانهاية ونجدها قيمة معلومة؟ ليس الصفر ما لا يهم، المهم قيمة معلومة 5 6، المهم لا نجدها المالانهاية. كتفسير بياني نقول إي جراج يساوي صفر مستقيم مقارب أفقي لمنحنى تلك الدالة. بهذه البساطة قد تعلمنا يا أبنائي الحالات الأربع في إزالة حالة عدم التعيين. إذا تحدثنا قلنا يوجد لنا أربع حالات لإزالة، قلنا التحليل اللي هي نستعمله في الكثير الحدود، نستعمله في قلت في المرافق وما أشبه، عندنا كذلك الاختزال، وعندنا المرافق، وعندنا المشهور اللي هو العدد المشتق، وهذا مشهور لما نجد صفر على صفر والعبارة ليس كثير حدود. أما التحليل هذا نستعمله مع الجذور، والمرافق نستعمله الكثير مع الجذور. بهذه البساطة المطلقة أبنائي أتمنى قد استفدتم، والشيء الذي لم تفهموه يعني أعيد الفيديو في تلك النقطة، ويوجد لنا كثير، اكتبوا إزالة حالة عدم التعيين في اليوتيوب سوف تجدون أكثر من 20 فيديو. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين، ويوجد كذلك منتدى الأستاذ نور الدين موجود تحت الفيديو موجود هناك. وفي الأخير أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.